بعد سيطرة عصابات داعش إرهابية على معظم أجزاء محافظة نينوى، تم فتح المقر البديل لقيادة شرطة نينوى في منطقة سهل نينوى وبالتحديد في قضاء الحمدانية. بعدها صدرت الأوامر إلى افتتاح معسكر دوبردان في محافظة أربيل، وبعد إكمال المتطلبات معسكر دوبردان تم الحركة لقيادة شرطة محافظة نينوى إلى معسكرات التدريب في بغداد، في دبلن والنعمانية، ومن ثم إلى قاعدة سبايكر الجوية في محافظة صلاح الدين. تم إعادة التنظيم والتدريب والتأهيل والتجهيز في قاعدة سبايكر في محافظة صلاح الدين، وانطلقت جحاف المعارك التحرير من قيادة شرطة نينوى متمثلة بأفواج الطوارئ وجهاز مكافحة الإرهاب وقوات الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي وقوات الحشد العشائري، وتم تحرير أول نقطة اللي هي قاعدة القيار الجوية من قبل القوات الأمنية جهاز مكافحة الإرهاب، وكان دور أفواج الطوارئ هو مسك الأرض بعد عملية التحرير. ومن ثم توالت عمليات تحرير بقية المناطق، وعادت محافظة نينوى في بدلة عرسها الجديد متذكرة ومستذكرة كل معاني وقيم الحياة. الآن قيادة شرطة نينوى تمسك الملف الأمني في محافظة نينوى بساحليها الأيمن والأيسر، وكذلك داخل الأقضية والنواحي، ولله الحمد الوضع الأمني جيد، وهناك تعاون كبير من قبل الأخوة المواطنين الأعزاء الذين ذاقوا الويل على يد عصابات داعش إرهابية، وكذلك منتسبي الشرطة من الضباط والمنتسبين علاقتهم وثيقة مع المواطنين، وهناك تعاون من أجل حفظ الأمن في هذه المحافظة. شعور السيد القائد لواء ليث والجنود الأبطال أو قواتنا من الشرطة الأبطال في أول يوم في دخول الموصل بالتأكيد شعورنا كشعور كأي عراقي غيور، كأي مواطن من أبناء المحافظة، أن محافظته تحررت بعد سيطرة العصابات داعش إرهابية الظلامين على هذه المحافظة، حيث عاثوا بأرض فسادا، دمروا الحرث والنسل وأحرقوا الأخضر واليابس. لله الحمد المحافظة تحررت بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا ننسى دماء الشهداء الذين لولاهم لما تحررت هذه المحافظات. فيجب أن نوفي لدماء الشهداء، وأقل وفاء لدماء الشهداء هو المحافظة على المكتسبات الأمنية. سيد القائد، كيف كنت ترى نظرات أو شعور الأبطال؟ تأكيد معنويات القوات الأمنية بمختلف مسمياتها، وأنا أتكلم عن قيادة شرطة نينوى، معنويات عالية جدا، ويتسارعون في تنفيذ الواجبات من أجل الحفظ الأمن والاستقرار في البلد والمحافظة. كلمة إلى أهلي في محافظة نينوى، الاستمرار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية خدمة لصالحهم. ومن هنا ومن هذا المكان أشكر أبناء محافظة نينوى الشكر الكبير والجزيل لتعاونهم مع القوات الأمنية منذ أول يوم من عملية التحرير ولا يومنا هذا، وأدعوهم إلى الاستمرار في هذا التعاون خدمة لصالح العام.